نعم، دعني أوضح لماذا، ولكن قبل ذلك فقط نؤكد على قضية مقتل جندي. كانت قد أكدت سلطة محلية لمستوطنة في وسط الضفة الغربية مقتل جندي من سكان هذه المستوطنة. إذن خبر رسمي عن مقتل جندي. بالطبع نحن ننتظر الإعلان الرسمي لماذا، من استهدف هذا الزورق الحربي. حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من حزب الله، ولكن أيضا لا يوجد بيان رسمي من إسرائيل. هنالك خشية داخل دوائر إسرائيلية معينة من أن يكون هذا الحدث ليس استهدافا من حزب الله، وإنما من نيران صديقة، أي من الجيش الإسرائيلي، ربما صاروخ اعتراضي. ولكن حتى الآن لا توجد لدينا معلومات مؤكدة. الحقيقة المؤكدة الوحيدة هي أن هنالك جندي قتل، وأكدوا مقتله في سلطة محلية في واحدة من مستوطنات الضفة الغربية. بالنسبة لما تحدثت عنه، عن قضية كيف يعرض كل جانب روايته، أولا فلنتحدث عن الحقائق. إسرائيل قامت بهجوم كبير. حين تحدثت عن 6000 صاروخ أو منصة صواريخ، هنالك منصات صواريخ فيها العديد من المنصات الصغيرة التي يمكن أن يطلق منها عدد كبير من الصواريخ، وليس فقط صاروخ واحد. وربما من هنا جاء هذا الالتباس في المعلومات أو اللبس في هذه المعلومات. هذه حقيقة بأن إسرائيل قامت بهجوم موسع في جنوب لبنان. الحقيقة الأخرى بأن حزب الله أيضا قام بهجوم موسع واستثنائي وغير عادي بالتزامن على قواعد عسكرية إسرائيلية في مناطق واسعة من الشمال، ووصل أيضا إلى مناطق كبيرة وبعيدة عن الحدود لم يصلها قبل ذلك، وهي مناطق مأهولة، وجلس ربما مئات الآلاف من الإسرائيليين في الملاجئ في أعقاب صافرات الإنذار. هذه هي الحقائق. الآن كيف تعرض هذه الرواية؟ الجيش يقول أحبطنا هجوما كبيرا، حزب الله يقول لقد أنجزنا إنجازا كبيرا. هذه الروايات عمليا تتيح للجانبين إغلاق هذه الجولة من التصعيد. حزب الله يقول إنجاز كبير، جيش الاحتلال يقول رغم أنه كان هنالك هجوم واسع من حزب الله إلا أننا أحبطنا الجزء الكبير من هذا الهجوم. هذا ما تزعمه إسرائيل وجيش الاحتلال في روايتها، وهذا مبرر عمليا لإغلاق هذه الجولة من التصعيد. لماذا؟ يبدو بأن هنالك ضغوطات أمريكية ألا يكون التصعيد أوسع من ذلك، رغم أنه كان صباح اليوم بيان داعم من الولايات المتحدة. هنالك من يعتقد بأن الولايات المتحدة تقايض إسرائيل، بمعنى أنها تدعمها في توسيع حرية عملها في جنوب لبنان، حرية هجومها على جنوب لبنان مقابل تسوية في قطاع غزة. هذه أيضا جزء من التحليلات الإسرائيلية للوضع القائم اليوم. جالنت مثلا قال بأنه تحدث مع أوستن وأجروا مشاورات أمنية بشأن هذا التصعيد في الشمال، وقال جالنت بأن الاثنان تحدثا عن أهمية عدم تصعيد الأوضاع. إذن إسرائيل لا تريد أن تصعد، حزب الله لا يريد حربا شاملة. الرواية التي يتحدث فيها كل واحد من هذه الأطراف تتيح لهم وضع هذا التصعيد من خلفهم والعودة إلى جبهة الإسناد، ولكن يجب أن ننتبه بأن هذا الأمر لا يمنع حرب إقليمية. إسرائيل ما زالت في حالة قصوى من التأهب وستستمر، خاصة وأن تهديد حزب الله لم ينتهي، ويقول بأن هنالك مراحل أخرى، وأيضا خوفا من جبهات أخرى من الشرق، وعين أخرى ترقب ما يحدث في القاهرة مع وصول الوفد الإسرائيلي للمباحثات.